مساكم الله بالخير والنور والسرور مشاهدينا الكرام على قناة الفجيرة مطلع الشمس وفي برنامجكم 7 على 7. حياكم الله مشاهدينا. هلا بالخميس يا مروة. فعلا هلا بالخميس يا عبد العزيز، ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج 7 على 7. في نهاية الأسبوع أكيد كلنا نحطي شيء، وين بنروح وشو بنسوي في الويكند، شو بتسوي في هذا الويكند يا عبد العزيز؟ ما بسوي شيء، بس في طاقة إيجابية موجودة عندي. تدرين إن الخميس يوم ما في أجمل عنه. فعلا الكل مستانس، الكل فرحان من الصبح لين المساء لين نهاية فعلا. اليوم واليوم تحسه أنه شوي يعني يمشي أسرع لأنه خلاص آخر يوم في الأسبوع. أنت وين ناوية تروحين بعد البرنامج؟ ناوية أرد البيت أرقد. هو فعلا الرجال يكون أجمل طلع الواحد يطلعها ويطلعها للنوم طبعا. فعلا مروة ومشاهدين الكرام، أنا حابة أتكلم الحين عن اهتمام دولة الإمارات يا مروة بأصحاب الهمم. اليوم لما تروحين أي مركز تجاري، ولا لما تروحين أي مؤسسة اتحادية أو محلية، تشوفين الاهتمام الكبير اللي يعطونها لأصحاب الهمم من الباركينات، من إنهاء المعاملات لغيره. فعلا شو عنا اليوم يا عبد العزيز؟ طبعا راح نتكلم عن هذا الموضوع. وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أمس مذكرة تفاهم ثلاثية مع شركة أبوظبي للخدمات العامة مساندة ومركز أبوظبي لإدارة النفايات تدوير بشأن إيجاد آلية تعاون مشترك لتحقيق إسهامات تحقيق محور التأهيل المهني والتشغيلي لأصحاب الهمم ضمن السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وذلك من خلال إعادة تدوير العبوات البلاستيكية الفارغة لإتاحة المجال لأصحاب الهمم لإسهاماتهم المجتمعية وأظهارهم كعضو فعال ومؤثر في النسيج الوطني. وقد وقع المذكرة عن المؤسسة عبد العالي الحميدان الأمين العام، وعن مساندة سويدان راشد الظاهري الرئيس التنفيذي للشركة، وعن تدوير الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام المركز، وحضر مراسم التوقيع التي أقيمت بمقر مركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لفيف من المسؤولين والمدراء وممثلي وسائل الإعلام. فعلا بموجب مذكرة التفاهم تقوم مؤسسة زايد العليا بتدريب وتأهيل أصحاب الهمم لتحقيق الجاهزية الخاصة لعمليات إعادة التدوير للعبوات البلاستيكية وتحديد العدد المناسب من الورش لتدريبهم وتأهيلهم للمشروع والعدد المناسب من المدربين والمشرفين المؤهلين لمتابعة عملية التجميع وإعادة التدوير، فضلا عن عمل قاعدة بيانات خاصة بالمشروع وإجمالي أعمال إعادة التدوير بالتعاون الكامل مع مساندة وتدوير وإجراء التنسيق الكامل مع الشركات المعنية لتحقيق الهدف المنشود من التعاون المشترك، بحيث تأتي مذكرة التفاهم الثلاثية في إطار الاهتمام المتزايد في مؤسسة زايد العليا بضرورة حماية البيئة والحفاظ على مقدراتها الطبيعية، تأكيدا على التزام المؤسسة الحقيقي بمبدأ السلامة البيئية، مشيرا إلى أن منتسبي المؤسسة من أصحاب الهمم حريصون بدورهم على سلامة ونظافة عالمهم المحيط، مستشعرين قيمة هذا الهدف البناء، وهذا يدل على نوعية ما يتلقونه من روافد التعليم والتربية والتدريب اللي تقدمها لهم المؤسسة وفق أفضل السبل والممارسات العالمية المعتمدة للتوعية بدورهم في خدمة المجتمع أسوة بباقي أفراد المجتمع وتحقيق كل ما من شأنه تفعيل عجلة التنمية المستدامة في دولة الإمارات. والحين شو عنا يا عبد العزيز؟ طبعا موضوعنا اليوم متنوع يا مروة ومشاهدين الكرام، عندنا دورة المستجيب الأول للحالات الطارئة، وأيضا بنتحدث أكثر عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2019، وعندنا دورة تدريبية عن استخدام التواصل الاجتماعي لدعم جودة الصحة، وأيضا الندوة الفلكية الخليجية 15، وعندنا معرض أندكس 2019. إن شاء الله بنتحدث أكثر عن مهرجان الحين يا عبد العزيز. شو هو المهرجان عندك؟ اللي راح نروح نحن عن مهرجان التصوير اللي كان في الشارجة، واللي حضره افتتح المهرجان طبعا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي اللي هو عضو المجلس الأعلى حاكم الشارجة. أكيد كان بتنظيم المكتب الإعلامي لحكومة الشارجة في مركز إكسبو الشارجة على مدى 4 أيام متواصلة. بس أنت تحبين التصوير وتهتمين فيه؟ أنا وايد أحب التصوير يا عبد العزيز، هو اللي خلاني أدخل الإعلام. أربع أيام يعني نلحق نروح باكر ان شاء الله بما انه ويكند ان شاء الله، وهذا في دورتها الرابعه وراح يستمر لاربع ايام ان شاء الله. خلينا نشوف التقرير يا مشاهدينا الكرام.
في الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للتصوير. طبعا في هذه الدورة مثل كل مرة يكبر المهرجان، يصبح المهرجان أكبر، والعديد من المصورين 356 مصور، 1100 صورة أو أكثر حتى من 1100 صورة في هذا المهرجان. غير ذلك ورش العمل التي تصاحب المهرجان والجلسات التفاعلية، كل هذا تصب في مصلحة المصور وفي مصلحة هاوي التصوير أو الشباب اللي حابين يدخلون هالمجال. فنتمنى من الجميع الحضور والاستفادة من وجود هذا المعرض في إمارة الشارقة. نحن نلاحظ في هذا الموسم، نحن في السنة الرابعة الآن، ونلاحظ أن ازدياد عدد الناس على الإقبال على هذا المهرجان عموما. نشوف حتى عدد المتسابقين في مسابقة المهرجان تجاوزوا 14700، في العام الماضي كانوا قريب 11000 تقريبا. جمعية الإمارات للتصوير الضوئي هاي السنة الثالثة على التوالي مشاركين في مهرجان إكسبوجر الشارقة بمشاركة أكثر من 130 مصور بعدد أكثر من 350 صورة. اخترنا منهم تقريبا 80 صورة مميزة بتكون في الكتاب السنوي للجمعية، ومن هذه 80-40 صورة مميزة للمصورين حتى تكون في المعرض السنوي للجميع. موجودين اليوم في مهرجان الدولي للتصوير بالشارقة لحضور فعاليات المهرجان. حيانا موجودة مع مجموعة من الطلبة، طلاب وطالبات من كلية الإعلام جامعة عجمان لحضور الفعاليات الخاصة بالمهرجان. بيهمنا طبعا نشوف المعارض التصوير اللي تعرض أهم اللقطات لمختلف المصورين من جميع أنحاء العالم، أيضا الحوارات الملهمة اللي موجودة وإزاي المصورين بيعرضوا تجاربهم وبيعرضوا الأفكار الخاصة بالصور ورحلة التصوير اللي بيمروا بيها، بتضيف خبرات كتيرة قوي للطلبة. الشركات الموجودة اللي بتعمل ورش عمل شركات التصوير في مجال الإضاءة في استخدام العدسات، ده بيدي خبرة عملية أيضا لينا وللطلبة وللمتخصصين كمان في المجال إزاي يطوروا لقطات جديدة ممكن مستخدمة تكنولوجيا جديدة أو أحدث التكنولوجيا في التصوير. ولذلك دايما حريصين على حضور المهرجان اللي بيضم نخبة عالمية من المصورين اللي بيقدموا لنا أحدث ما تم في مجال التصوير وأحدث الأفكار في المجال العالمي في التصوير. طبعا المهرجان هذا شيء عظيم جدا للمصورين الإماراتيين وغير الإماراتيين، يجون هني عشان أول شيء وأهم شيء نتعرف على بعض، قاعدين نشوف شو قاعد يسوي في السوق، شو الأهم الأشياء اللي قاعد تظهر الحين، وفرصة ثانية إن للناس المصورين أن يظهرون الشغل اللي قاعدين يسوونها ويشتغلون عليها من خلال فترة. أنا مثلاً بغيت أصور وأراوي الناس تنوع الطبيعة اللي في إمارة الشارقة بالذات، وقاعد أشوف أشياء وما شاء الله قاعد أتأثر فيه وأتحمس وأتحسن من الناس ومتعلم من الناس اللي أحسن منه ولا في مستوانا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ان شاء الله انا ومروه بنروح ان شاء الله باذن الله. الحين راح نروح لمجلس بانتخابات المجلس الوطني، راح تتواصل الحملات الانتخابيه لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي متضمنه ابرز القضايا المطروحه من قبل المرشحين والتي تركز لخدمه مواطني دوله الامارات كافه. ونصحت اللجنة الوطنية للانتخابات بالبعد قدر الإمكان عن إطلاق الوعود والتعهدات الانتخابية الفضفاضة. المزيد من المعلومات طبعا أكيد بنتعرف عليها مع ضيفتنا في الاستديو المرشحة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2019 ميثا محمد سعيد عيد الكعبي، مرشحة عن إمارة أبوظبي. هلا مرحب فيك. أهلا فيك أختي مروة، نورتينا. الله يسلمك. خبرينا عن سبب اختيارك لشعار عطاء ريادي لتنمية مستدامة، ليش اخترتي هذا الشعار بالذات؟ إن شاء الله. الله يسلمكم. أول شيء أشكركم على الاستضافة. بخصوص شعاري لحملة الانتخابية عطاء ريادي لتنمية مستدامة، هذا له قصة طبعا. نعم. واعتز فيها وسويت له براند. فتعرفين شيء يعني يخص ميثا الكعبي. قصتي ابتدت من مجلس الوالد الله يحفظه ويقومه بالسلامة إن شاء الله. نعم. قصتي الله يسلمكم من نعومة أظافري في مجلس الوالد، كنا نسمع عن قيام الاتحاد وكان يخبرنا عن يعني دور المؤسسين رحمهم الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. ف
في تحديات اللي واجهوها إلى أن قام الاتحاد في 2 ديسمبر 1971. نعم. فكنت يعني أنظر لهاي الأمور ب يعني منظور آخر. بعد ما كبرت يعني ترسخت عندي قناعة، ويعني سعيت بحكم حبي للتاريخ وتوثيق التاريخ خاصة للدولة في كيفية معرفة بناء الاتحاد. فالفكر عند القيادة الرشيدة كان استباقي في تكوين الاتحاد عند أبونا زايد رحمة الله عليه. فلذلك الريادة ابتدت عندي من كيفية يعني بداية الفكرة في العشرينات إلى تنفيذها ونشوفها على أرض الواقع اليوم في دولة ننعم فيها من يعني ما شاء الله يعني دول العالم المتقدمة. فكان الفكر استباقي في استشراف المستقبل. فالريادة أتت بمفهوم مثل كعبي أنها هي يعني فكر استباقي وفي استشراف المستقبل، فأخذتها ك يعني شعار لي كلمة الريادة والتصقت فيني. والعطاء بحكم أني محبة للعطاء وكلمة العطاء من ديننا أصلاً. فعلاً صحيح. والتنمية المستدامة أيضاً بعد يعني توجهات العالم للتنمية المستدامة في جميع المجالات، وكوني أيضاً عطيت في مؤتمر الكويت 2019 كنت متحدثة. نعم. في مؤتمر الأول للقيادة التنموية في ظل العالم الرقمي، ومثلت بلادي خير تمثيل اللهم لك الحمد. فأتت لله. هذه يعني الأفكار كلها بمفهوم واحد وبعنوان واحد، وأطرتها في إطار خليته هو من بنات أفكاري. كتبت شعاري وصممته فطلع مثل ما تعرفون اليوم عطاء ريادي لتنمية مستدامة. جميل. نعم. لو اليوم نتكلم عن ملفك الانتخابي ونركز على قضية القضايا المجتمعية الرئيسية إن شاء الله، لو تكلمينا عنها إن شاء الله. طبعا القضايا اللي تبنيتها بناء ايضا على الخبرات اللي امتدت لي 17 سنة في مجال العمل والمجتمع. فالعطاء الريادي للتنمية المستدامة تمحور حول عدة مجالات، ويعني اطلعت فيها كون اني مدربة ومستشارة ايضا في مجال التنمية البشرية وتطوير الذات، فهذا اكسبني ايضا خبرة. فاخذت اول مجال هو مجال المرأة والشباب والمتقاعدين والتطوع والتعليم، كوني أيضا عضو في مجلس أولياء الأمور في وزارة التربية والتعليم. وخذت أيضا أصحاب الهمم، لأني عطيت بحكم أني مدربة عطيت هذه الفئة، فحسيت أن المفروض أني أسلط الضوء عليها من جوانب أنا أصلا شفتها في الميدان. فابتدت الحملة معي بهذه المحاور الرئيسية. جميل. نعم جميل جدا. رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% لتمكينها. نعم. في هذا المجال خبرينا أكثر عن هذا الموضوع. هذا طبعا قرار صراحة نحن اليوم كنساء في دولة الإمارات نشكر القيادة الرشيدة على يعني تمثيلها في تمكين المرأة بهذه النسبة مساواة بنسبة الرجل وهي 50 إلى 50. هذا يدل على وعي القيادة بأهمية دور المرأة في بناء المجتمع حالها من حال الرجل. نعم. فلذلك نجد اليوم ما شاء الله نسبة المترشحات في المجلس الوطني الاتحادي عالية في 2019، فتلقين الكل ما شاء الله يعني يبغى يكون السباق في أنه يقدم على انتخابات المجلس الوطني. صحيح. وكل حسب مجاله. فنشكر قيادتنا على هذه يعني هذا القرار. نعم. وإن شاء الله قرار هو بالعكس يعني يؤرخ في سجلات دولة الإمارات حتى عالميا، لأن دولة الإمارات مثل ما تعرفون تتبنى كل ما هو جديد وكل ما هو في خدمة وصالح المجتمع. نعم. فاليوم كون أنها دولة الإمارات تبنت هذا القرار، أنا أتوقع أنها يعني هي سباقة مثل ما احنا عارفين في تعشق الرقم واحد الإمارات. نعم. يعني نحن اليوم كل واحد فينا يعشق الرقم واحد، لأن قيادتنا تعشق الرقم واحد. صحيح. وهي الاستباقية في الفكر. فكونها مثلت الدورة بهذه دورة الانتخابات المجلس الوطني الرابعة بهذه النسبة في تمثيلها للمرأة، هذا يعد شيء استباقي يعني ونفتخر نحن فيه. نعم. صحيح. شو راح تقدمين للشباب وكيف ممكن تطورين من قدراتهم في حال فوزك إن شاء الله؟ شوف الشباب أنا عندي المحور الرئيسي الشباب، ولكن الشباب بناء على يعني اطلاعي على يعني عدة أمور أقدر أقول لك نقدر يعني نركز على الشباب من عدة نواحي. في توعيتهم بأهمية الدور
اللي هم المفروض يعني يكونون على وعي تام في تمكينهم من ناحية يعني انخراطهم في مجال وميادين العمل، في كيفية اكتسابهم مهارات، لأن اليوم التطور التكنولوجي انتم عارفين ما شاء الله متسارع، فاليوم عندنا نسبة أعداد كبيرة من الشباب ماخذين شهادات ومعتمدة وكفاءات ولكن ياسين في البيوت، صح ولا لا؟ فلذلك أنا كيف أقدر أطور هذا الشاب ويعني أفتح ملف أولا التوطين، وشيء ثاني أفتح ملف البطالة، لأن من ضمن المحاور الأساسية عندي البطالة. فاليوم نلقى ما شاء الله أعداد هائلة من الشباب وعندهم كفاءة، يعني هذا الشاب تلقى كفاءة وقدرة ولكن يعني ما يقدر مثلا يعني يشتغل ولا مثلا تم فتح المجال له لأنه ما عنده خبرة، طلع من الجامعة وينتظر الشغل، إنزين وين الخبرة؟ فاليوم ركزت على جانب بحكم اطلاعي على عدة أمور، فمن ضمن الأشياء اللي إن شاء الله ناوي يعني في ملف الشباب أفتحها هو توطينهم ولكن من خلال يعني العمل من المنزل. كيف؟ كيف؟ من خلال الله يسلمك اليوم شركات، نحن نجيب ما شاء الله يعني عدة جنسيات ونخليها يعني تشتغل على مثلا عدة أمور وبرامج ولا مثلا تعرف يعني عدة مجالات إنزين ومشاريع، فليش ما نخلي الشباب يشتغلون على هذه المشاريع ولكن من البيت، ونعطيهم أول شيء نكسبهم خبرة، نعطيهم سيرتيفيكيت بأنهم شو اشتغلوا مع الشركات هذه ويعطونهم راتب عليه، فأنت شوف يعني قدر الثقة اللي بتعطيها الشاب المواطن في تمكينه في المجتمع. تقصدين مجال التكنولوجيا يعني؟ تكنولوجيا وغير تكنولوجيا أكيد. كيف غير تكنولوجيا ممكن يكون صعب إنه هو من البيت مثلاً؟ شوف لا في أشياء مثلاً تعرف التكنولوجيا اليوم من البيت أيضاً، ولكن في ملفات مثلاً أو مشاريع خاصة لي يعني طلاب المشاريع والهندسة، صح ولا لا؟ أنت تقدر مثلاً تستعين فيه كبارت تايم. صحيح. وتكسبه شو؟ تكسبه خبرة. فأنت يوم بتي حين تروح أي مكان يقولك وين شهادة الخبرة عندك؟ أنت اليوم بتفتح له مجال، بالعكس تعطي أول شيء ثقة في النفس، تعالج مسألة البطالة، صح ولا لا؟ بهذه الصورة ولكن من خلال المنزل، يعني أنت ما بتروح بتكلفه يعني بتكلف المؤسسة أو الدولة بأن تجهز له يعني مكتب خاص فيه أو مثلا راتب شهري، لا، بناء على المشاريع، فهي عبارة عن شو؟ عن يعني استغلال واستثمار وقت الشباب في يعني انتظارهم للوظيفة ولكن بشيء مفيد. أجريتي في الفترة الأخيرة أستاذة ميثل العديد من اللقاءات هنا علشان تتحدثين أكثر عن برنامجك الانتخابي وعن أهداف وعن عن الأفكار اللي تحطينها. هل لهذا للسوشيال ميديا فعلا دور كبير في إيصال صوتك؟ طبعا، لأن اليوم نحن في عصر التكنولوجيا وعصر السوشيال ميديا ما شاء الله يعني منفتح على العالم، بكبسة زر ما شاء الله شيرنج على كل المواقع، يعني سواء سناب انستغرام فيسبوك وجوجل وغيرها واليوتيوب، فاليوم دور السوشيال ميديا والتكنولوجيا هذه تخدم المرشحين في انهم يوصلون لاكبر شريحه من يعني الناخبين او الناس اللي ينتخبونهم، فدور مهم طبعا استخدامنا للتكنولوجيا وايضا بث من خلال هذه القنوات بث اللقاءات اللي مثل ما تفضلتي فيها، انه يعني نجري لقاءات او مثلا نروح نعرض برامجنا الانتخابيه سواء في مقارنة الانتخابيه اللي اعلنا عنها او مثلا في استضافات في مجالس الاخوان والاخوات، فهذه لها دور كبير في انه يعني تجعلنا اليوم ننتشر انتشار واسع وفي اقل يعني من ثواني معدوده، وايضا يعني في شريحة كبيرة من الناس يشوفون ويشاهدون هذه المقاطع. جميل، أنا بتكلم عن تأثير الإعلام السلبي على الشباب. أوكي. لو تكلمينا كيف اليوم الإعلام السلبي قاعد يأثر على الشباب؟ في تركيز على الموضوع هذا ولا؟ شوف الإعلام السلبي يعني من ناحية شو؟ إنه مثلاً يبث فكر مش صحيح. يبث فكر سيء. نعم. يغير مش من مش عادات صحيح. وتقاليد. نعم. بعض أنا وياك. الشباب. الشباب وكلهم يعني على يعني سواء شباب يعني الرجال او النساء او الاولاد او البنات اليوم غير الفكر السيء استاذة ميثا، حتى بعض العادات والتقاليد اللي نحن تربينا عليها ونشأنا عليها للاسف الشديد في بعض الاعلام السيء في صار في تدخل يعني، والحمد لله رب العالمين لو انت تشوفين في دولة الامارات عندنا السيطرة
يعني في سيطرة على الأمر هذا، بس هل بيكون في حد لبعض الناس اللي قاعد يشوهون العادات والتقاليد اللي نحن الموجودة في دولة الإمارات واللي نحن نشأنا عليها؟ أكيد أخوي. ليش؟ لأن اليوم شوف دورنا نحن دور توعوي قدر المستطاع. يعني أنا أقولك من جانب مجالي أنا كمدربة في جميع دوراتي ولله الحمد حتى الاستشارات نتطرق لهذا الجانب. تأثير السوشيال ميديا كبير وما نقدر نسوي سيطرة عليه، ولكن اليوم الدولة ما شاء الله يعني مش مقصرة في أنها وضعت قوانين لاستخدام السوشيال ميديا، وفعلا يعني قاعدة يعني تأخذ إجراء لأي فكر يعني غير صحيح. ولكن احنا ما بنقدر نسيطر اذا احنا اليوم يعني ما بثينا الفكر الواعي بين شبابنا وبناتنا، سواء من خلال مثلا تعرفون طلاب المدارس، سواء من خلال المجتمع، سواء من خلال جلساتنا. صحيح. في اي مكان، فكل واحد اليوم مساءل منا في انه يعني في اي جلسه يكون فيها يتطرق لهذا الموضوع ويعطي يعني المعلومات الصحيحة قدر الإمكان. نعم. لأن نحن اليوم في مجتمع محافظ يعني فعلا مع التطور اللي نحن فيه، ولكن نحن ما نقدر نخرج عن إطار الدين الإسلامي وإطار صحيح. ومنظومة تراث وتقاليد دولة الإمارات. صحيح. في بداية حلقتنا أستاذة ميثا تحدثنا عن الدعم اللي توليه دولة الإمارات وقيادتنا في دعم أصحاب الهمم، فخبرينا أكثر عن تحقيق السعادة وجودة الحياة لأصحاب الهمم في برنامجك الانتخابي. إن شاء الله. طبعا قيادتنا الرشيدة مش مقصرة خاصة في الاهتمام في هذه الفئة، كون إنها أصدرت قانون بتغيير المسمى السابق اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أصحاب الهمم، فأنا مسميتهم همم ترقى القمم. فاليوم هذه الهمم فعلا انا يعني اعطيت دورات وكنت اتحدى نفسي فيها ان يعني كمدربة كيف اقدر اخوض تجربة واتعامل مع عدة يعني اشخاص بعدة يعني همة عنده، اذا بنقول مثلا اصحاب همم في عدة اعاقات او تحديات يعني هم مش مسائلين عنها، هاي من رب العالمين. ولكن لما دخلت إلى هذا العالم شفت والله يعني قدرات خارقة لدرجة في ذهول كنت، فطلعت من هاي التجربة بنجاح اللهم لك الحمد. الحمد لله. تم أيضا استدعائي للسنة الثانية على التوالي لنفس الجهة اللي عطيت فيها وعطيتهم، فكان يعني بالنسبة لي فخر. رجعت أركز وأسلط الضوء على هاي الفئة عندنا نحن في المجتمع في جلساتنا مثلا خاصة الأمهات، إذا يعرفون أني أنا عضو في مجلس أولياء الأمور في عندهم يعني عيالهم من أصحاب الهمم، فيقولون لي كيف مثلا ما توفروا لنا الشيء الفلاني وكيف وكيف، فتعرفين من خلال هاي المجالس كونت الصورة قدر المستطاع. فقلت من ضمن يعني برنامجي الانتخابي أضع أصحاب الهمم في منظومة العطاء الريادي لتنمية مستدامة، والحمد لله اليوم يعني نقدر نقول لك إن مثلا الدولة مش مقصرة، ولكن عندنا نقاط معينة إن شاء الله الله يكرمنا بأن نكون في المجلس وبن يعني تعرفين نحاول أن نسلط الضوء عليها عند الفئة هذه، لأن في فئة معطاءة بغض النظر عن الهمة اللي عندها. صحيح. في فئات ما شاء الله يعني درجتها المؤسسات وبقوانين من الدولة في أنها تخدم، فتشوفينها طاقات ما شاء الله يعني نحن الأصحاء هم والله ما شاء الله الطاقات عندهم مضاعفة تبارك الرحمن، وذكاء خارق. يعني أنا واحد من الأخوان كان عنده توحد، كنت في ذهول خلال ربع ساعة عطاني يعني من خلال تعرفين المجلد اللي كان مثلا حق الدورة عطيتهم إياها، عطاني إياه بطريقة أنا يعني ذهلت لدرجة أني قلت حق مدراء ما شاء الله يعني المفروض تستثمرون هاي الطاقة. فعلا فالك التوفيق أستاذة ميثا محمد سعيد عيد الكعبي مرشحة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن إمارة أبو ظبي، فالك التوفيق إن شاء الله. نورتينا يعطيك العافية. شو عدنا اليوم؟ شو صار في البجيرة؟ نظمت بلدية البجيرة بدعم من وزارة التغيير المناخي والبيئة وبالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة بلو مجموعة السركال ملتقى البجيرة للممارسات الخضراء تحت شعار الإدارة المتكاملة لزيوت الطهي وشحوم الطعام، وذلك في يوم الخميس الموافق 19/9/2019 بحضور منو يا طبعا كان العزيز؟ حضور سعادة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، والذي أشار في كلمته أن
هذا الملتقى يأتي تتويجاً لجهود بلدية الفجيرة وسعيها إلى تحقيق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة تلبي تطلعات رؤية الإمارات 2020-21 والوطنية في مجال حماية البيئة والحفاظ على مواردها. خلنا نشوف ياكم. طبعا اليوم كان عندنا انطلاق ملتقى الفجيره للممارسات الخضراء، هاي طبعا تعتبر اعتبرها الدوره الاولى انا او الانطلاقه الاولى لهذا المؤتمر اللي ان شاء الله بيكون مؤتمر او ملتقى سنوي ان شاء الله. اليوم تطرقنا عن موضوع مصايد الزيوت التي تم تطبيقها من خلال فرضها على مطاعم الموجوده ومطابخ في إمارة الفجيرة أو بالتحديد في مدينة الفجيرة. بدينا المشروع تقريبا بنهاية 2015 بداية 2016 بوضع دراسة كاملة ميدانية عن المنشآت الموجودة من مطاعم وفنادق في مدينة الفجيرة، وتم توعيتهم وعمل ورش عمل لملاك هذه المطاعم أو إذا صح التعبير المنشآت الغذائية، بحيث أن يكون هناك مصايد للزيوت والشحوم. والحمد لله رب العالمين الكل متجاوب، وتم فرض عليهم آلية من البلدية بتركيب هذه المصايد بالتعاون مع شركة سيركال بلو. الموضوع هذا مهم جدا لأن قضية مصايد الزيوت والشحوم أول شيء حفاظا على البيئة، ثاني شيء حفاظا على الشبكات الصرف الصحي، والموضوع هذا بالنهاية يقلل البصمة الكربونية في البيئة. احنا اليوم ندعو كافة المطاعم طبعا التي لم تسجل الآن أن تسجل في إن شاء الله خطوة قادمة بأن يتم تفعيل نفس المشروع هذا في مدينة دبا. طبعا الموضوع مهم، الشركة طبعا تعالج هذه النفايات، تستخلص منها الماء وبعض الأسمدة وبعض المنتجات الخاصة بالشموع والصابون. فالواحد يتخيل يعني أن هذا المنتج السيء أو المتبقيات المترسبات السيئة تتحول إلى أشياء مفيدة. فإحنا نشكر كذلك شراكتنا مع بلو سيركال على تعاونهم وتفاهمهم، ونشكر كافة المنشآت المتعاونة معنا، ونشكر الجهات الإعلامية التي أتت وغطت اليوم هذا الملتقى على أن يكون هناك فيه أصداء إيجابية لتعرفة الجمهور وملاك المطاعم بهذا الدور المهم. شركة بلو شركة تقدم حلول بيئية، واحنا اليوم هنا في هذا الملتقى ياسين نراوي الناس، تعاوننا مع بلدية الفجيرة في حل مدينة ذكية قمنا به وياهم مع تعاونهم ومشاركتهم، وهذا الحل هو لخدمة إمارة الفجيرة من ناحية تجميع ومعالجة مصائد الشحوم ومخلفات مصائد الشحوم وزيوت الطهي المستعملة، وشيء هذا نفتخر به وايد، لأن هذا مثل ما تقولين طريقة لنا لأن نخدم بلادنا فيها، وأحنا دوم يعني سعينا كشركة أن نخدم البلد في كل الأمور البيئية ونسوي يعني نطور من هالشيء في البلاد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. انا حابه اسالك مروه، شو رايك في علم الفلك والفضاء والامور هذه؟ انا احب بس اللي اعرفه عنه هو نجم سهيل، واعرف انه يومينا نجم سهيل بيتعدل الجو. انا الاحظ لكن نجم سهيل هذه السنه بدونكم برسل. انا اكيد بقول بعلق عليك، انا لاحظ السنه هذه ولا في كل شتاء كل الناس يصيرون علماء فلك من بينهم انت يا مروه، وانا تابعت تحللين ونجم سهيل طلع والشتاء اسبوع الجاي، فلا خلينا نركز النشرة الفلكية والمناخية. خلينا نقول لكم هذا الخبر اللي هي الندوة الفلكية الخليجية 15 باستضافة أكاديمية الشارقة للعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك في الفترة كانت ما بين 28 وحتى 29 سبتمبر
الجاري إن شاء الله. والحين بنتعرف أكثر عن هذا الموضوع ويانا في ضيفنا في الاستديو الدكتور إلياس محمد فرنيني، نائب مدير الأكاديمية لشؤون المختبرات البحثية ومرصد الشارجة في أكاديمية الشارجة للعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. هلا ومرحب فيك. أهلا، شكرا على الضيافة. يا هلا ومرحب فيك دكتور. اللي تحدثنا عنه صح عن نجم سهيل وأنه يبي يتعدل الجو وشي، يعني طمنا بشرنا يا دكتور. والله لزيادة على ما قلته، يعني عندما يبدأ رمضان في عندنا 1.5 مليار مسلم، 1.5 مليار فلكي ما شاء الله، فلكيين يعني. أنا من ضمنهم يعني. نجوم لها أهمية كثيرة، والقدماء كان لديهم علم كبير جدا في ربط النجوم يعني مع أحوال الجو والفصول إلى آخره، ففلك قديم يعني هام جدا. نعم. جميل. زين خلينا نتكلم عن الدورة الفلكية الخليجية 15. نعم، هي هذه الدورة حقيقة هي فكرة قديمة بدأناها قبل 20 سنة. جميل. فهذه الدورة 15 فهي فكرة لكي نجمع الفلكيين الخليج من الإمارات، من السعودية، من الكويت، من البحرين في منبر واحد، يعني لكي نتعارف نتعاون في البحوث المتعددة يعني. فهي ندوة ممكن نقول ندوة خاصة، لماذا؟ يأتي الفلكي مثلا من السعودية، يأتي من الكويت يعني بتمويله الخاص، فنحن نحتاج فقط يعني أن الجامعة في أي من دول الخليج أن تستضيفنا ليوم يومين يعني، ويأتي الفلكي يعني ويلقي محاضراته العلمية، وفي كذلك جلسات عامة نتبادل الآراء وكيف ممكن أن نطور الفلك يعني في هذه المنطقة. نعم. نعم. دكتور خبرنا أكثر عن الجهات المشاركة في تنظيم هذه الندوة. نعم، هي كما قلت يعني كل الجهات على حسب الدولة يعني. نعم. مثلا نحن الآن في الدورة 15 فجامعة الشارقة وأكاديمية الشارقة للعلوم وتنشر الفلك والفضاء هي الآن مسؤولة على هذه الندوة 100%. من حيث ماذا؟ من حيث المكان، ومن حيث توفير مثلا المواصلات المحلية للفلكيين، وكذلك تنظيم البرنامج من الأول إلى آخره. نعم. هي حقيقة الدورة هذه ليس فقط يومين، بتبدأ من 27 سبتمبر حتى 29 على حسب التخصصات يعني. جميل. نعم. دكتور ليش الدورة هذه تنعقد بشكل سنوي؟ شو الهدف منها كل سنة تنعقد؟ نعم. والهدف هو كما قلت جمع الفلكيين المحليين هنا في الإمارات في دول الخليج، لما نحن عددنا قليل جدا. مثلا لو ذهبنا إلى أمريكا وأوروبا ممكن يصل عدد الفلكيين المهنيين أكثر من 5000 6000 فلكي. هنا في دول الخليج يعني ممكن يتجاوز ربما 20 فلكي، فلهذا نريد نحن أن نقوي يعني الفلك في هذه المنطقة، فنعطي الفرصة يعني للجمهور لكي يتعلم ما هو الفلك، وكذلك لكي نجمع الباحثين في هذا المجال الدقيق يعني في منبر واحد ونتعاون مع بعض. لماذا؟ الآن أصبحت بحوث الفلك نوعا ما معقدة، تحتاج إلى أجهزة متطورة وممكن تكون أجهزة كبيرة السعر يعني، فربما هنا في الإمارات لدينا ما شاء أجهزة، وربما في السعودية في جهاز آخر، فنتعاون لكي نستعمل هذه الأجهزة مع بعض. فلهذا يعني هذا المنبر يعني يفتح الطرق يعني لكل فلكيين لكي يشتغلوا مع بعض، ويفتح المجال لشباب لكي يتخصص في هذا المجال، فهي حقيقة فرصة. فسنويا تكون يعني الطريقة الأفضل. نعم. لجمع الفلكيين. الأوراق البحثية دكتور المقدمة من قبل المشاركين في هذه الندوة أو المتاح أن يتحدثون في هذه الندوة عن هذه المواضيع شو هي بالضبط؟ هي مواضيع فلكية بحتة، مثلا الفلك يعني واسع، من الفلك ما يسمى الفلك الراديوي إلى الفلك الأشعة غاما إلى الفلك. نعم. الأشعة فوق البنفسجية السينية إلى آخره، فالفلكيين لديهم تخصصات مختلفة، فكل فلكي يأتي لهذه الندوة بورقة علمية على حسب بحثه الخاص. مثلا في فلك يتكلم مثلا على فلك النجوم، او ممكن يتكلم على تكوين الكواكب، او ممكن يتكلم على الثقوب السوداء او النجوم النيوترونية، فمواضيع مختلفة، فلهذا في تخصص مختلفة، وهذه فرصة لكي نتعارف ونعلم يعني ما يجري في هذه الساحة، ما يجري في الخليج من حيث البحوث يعني. فالأوراق العلمية هي أوراق هامة جدا، ويتم قبل ما نختار الأوراق العلمية يتم بحث الأوراق إلى لجنة متخصصة في الموضوع. نعم. ونختار أحسن الأبحاث لكي تقدم يعني للطلبة وكذلك للفلكيين الآخرين يعني. جميل. لو تعطينا نبذة عن ورش العمل والجلسات المصاحبة
نعم. للندوة. سوف نبدأ إن شاء الله 27 سبتمبر ويوم الجمعة إن شاء الله في جلسة خاصة لهواة الفلك. سوف نأتي بهواة الفلك من السعودية، من البحرين، من الكويت، من سلطنة عمان إن شاء الله. لماذا الهواة الفلك؟ لماذا في أندية فلكية عديدة في الخليج يعني؟ فنريد أن نربط هذه الأندية من حيث الأعمال التي تقام فيها والبحوث التي تقام فيها، ولكذلك أن نربط ما بين الشباب الذي يأتي من جميع أقطار الخليج لكي يتعارفوا، فيتكون يعني أمسية تقريبا 5 ساعات. في اليوم الثاني اللي هو ما يسمى باليوم الأساسي هو خاص فقط بالفلك المهنيين، يقدموا أوراقهم العلمية. وفي اليوم الثالث اللي هو يوم 21 سبتمبر تكون هناك ندوة خاصة لما يسمى بمدرسين العلوم والفيزياء. نعم. لماذا؟ بسبب أن الفلك يعني يعطى في بعض المدارس هنا في الإمارات أو في دول الخليج، لكن ممكن يعني يكون المدرس ما عنده خلفية قوية في الفلك، فسوف نعطي له ورشة خاصة كيف يدرس الفلك لطلاب كل الصف من الصف الخامس إلى الصف الثاني عشر. ففيه يعني حصص عديدة ندرس مثل ما هو الفلك العام أو فلك الكواكب أو فلك النجوم مجرات إلى آخره. نعم. وبالأخص أن علم الفلك علم يعني يثير الفضول لدى الشخص. نعم. الكبير والصغير، الهاوي والعادي. فأي واحد لأن أحس مكان غامض صح؟ أو كل شيء غامض أحس يشد العالم. نحن استغلينا الدكتور من يا فتحت في الفاصل كمان نسأله ليه نطلع على الهواء يعني ما خلينا يرتاح. لا وشوف في نقطة هامة جدا، الآن يقام هذه الندوة 15 تقام في مركز الشارقة للعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. نحن عندنا هنا في الأكاديمية ما شاء الله، ونشكر كذلك بالمناسبة سمو الشيخ يعني الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى وكذلك حاكم الشارقة وكذلك رئيس جامعة الشارقة لبناء هذه الأكاديمية اللي هي بالنسبة لنا هامة جدا. فهي فرصة لكي يتعرف فلكيين يعني دول الخليج ما عندنا هنا في الإمارات. أكاديمية الشارقة لديها عدة أقسام، فيه قبة فلكية ضخمة جدا، فيه ما يسمى بالأعراض العلمية، وفي كذلك مختبرات فلكية عديدة، في مثلا مختبر الكيوب سات. نحاول مع نهاية السنة القادمة سوف نصنع قمر صناعي صغير 10×30 سم يبعث الفضاء لكي يدرس الأشعة السينية. في كذلك مختبر الأشعة الرادوية، في عنا تلسكوب 5 أمتار راديوي ما شاء الله، اللي هو الوحيد في منطقة الخليج ما شاء الله. ومع نهاية شهر أكتوبر سوف نبني تلسكوبين آخرين، اللي كان نبني منظومة 40 متر. في كذلك مختبر ما يسمى النيازك. نحن هنا في الإمارات بنينا بتمويل وكالة الفضاء الإماراتية بنينا 3 أبراج لكي نرسم ما يسمى بالحطام الفضائي. في هنا عنا برج في الشارقة، في برج في منطقة اللواء جنوب أبوظبي، في برج في منطقة العين. كل برج يحتوي على 17 كاميرا ترصد السماء من المغرب إلى الشروق. أي شهاب، أي ربما بقايا قمر صناعي يسقط سوف نلتقط له الصورة. إلى يومنا هذا رصدنا أكثر من 12,000 شهاب ما شاء الله. في كذلك يعني ما يسمى بمختبر الطقس الجوي والأينوسفير، في لدينا محطتين هنا في الشارقة تصل ما يسمى بطاقة الأينوسفير. يعني عندما نتصل بالموبايلات يعني يكون تحتمل الجي بي إس، لكن في احتمال تكون الشمس في نشاط كبير وتتأثر طبقة الأينوسفير. فنحن لدينا هنا وسيلة أجهزة لكي نرصد طبقة الأينوسفير وكيف تتغير. فلهذا يعني هذه الندوة بسببنا موجودة هنا، فسوف يأتي الفلكي من دول الخليج وسخويا بحقيقة لدولة الإمارات ما شاء الله يعني إنجازات كبيرة في المجال الفلكي. فهي فرصة لكي نبين دور الأكاديمية، دور الشارقة وكذلك الإمارات في الساحة الفلكية العالمية. دكتور الياس، خلنا نسلط الضوء أكثر على الهواة لعالم الفلك. شو هي الملصقات البحثية الموجودة في الندوة لهم؟ نعم، سوف نعطي لهم الفرصة لكي يقدموا برامجهم. مثلا الهاوي الفلكي ممكن يعني لديه مرصد صغير جدا يرصد السماء، ولديه برنامج يعني لكي يعني يستقطب الشباب الى الفلك يعني. فنحن نحاول ان نساعد هذه الانديه الفلكيه ما يسمى بالخاصه يعني. لماذا؟ لدينا ما شاء الله في الاكاديميه اجهزه متطوره جدا. فهذه ما يسمى بالندوه الفلكيه الخليجيه تكون بالنسبه لنا فرصه
لكي نجمع كل هواة الفلك الخارجيين يعني لكي يتعاونوا مع بعض ويبنوا قاعدة كبيرة لكي ينمو الفلك يعني في دول الخليج يعني. نعم. كيف ممكن نعد أجيال قادمة هي قادرة على يعني تعلم تطورات علم الفلك؟ كما ذكرت أنت علم الفلك علم متطور. نعم. الأجهزة الحديثة اللي تكون. نعم. والغرب العملية سهلة لأنهم. نعم. كلهم يعني مع بعض، لكن القلة اللي موجودة عندنا احنا في الوطن العربي تقريبا انت قلت يعني اقل بكثير من الموجودين. نعم. في الغرب. نعم. كيف ممكن احنا نعجي القادم قادر على يعني تعلم هذا التطور وانه يكونون. نعم. عندنا كثرة ان شاء الله تعالى. والله نحتاج الى توجيه علمي من الصغر، فعندما الطالب يدخل مثلا المدرسة المتوسطة او الثانوية يجب ان نوجهه الى العلوم. نحن الان كل طلاب بالنسبة كما الطلاب عندما يدخل جامعة يريد ان يصبح مهندس، لا نستطيع أن نصبح كلنا مهندسين، كلنا أطباء، كلنا فلكيين، فلهذا في بعض التخصصات نوعا ما مهجورة، تخصص الفيزياء، الرياضيات، الكيمياء، فيجب أن نشجع الشباب يعني لكي يهتم بهذه الأمور. عندما يأتي مثلا إلى الصف الثاني عشر الشاب لا يعرف أي تخصص فيذهب، ربما يسمع من زملائه، ربما عائلته سوف تأثر عليه تخصص هندسة، تخصص طبيب، لكن في بعض التخصصات العلمية التي تحتاج يعني شباب يعني، فلهذا نريد يكون هناك توجيه يعني على مستوى الدولة، لأن هذه العلوم هي هامة جدا كما نسمى الآن ستام يعني هامة جدا، فالطالب يجب أن يتخصص يعني. لماذا يعني الحضارات تبنى بالعلوم يعني؟ فلهذا الشباب يجب أن يهتم بالعلوم من السن، نقول من السن الابتدائي يعني، لكي عندما يصل للمستوى الثانوي لديه وعي علمي بأنه سوف يتخصص مثلا يصبح مهندس، يصبح فيزيائي، يصبح عالم في الرياضيات، فيكون توجيه يعني مبكر. نعم. يصبح مذيع. يصبح مذيع إن شاء الله. دكتور، هل مثل هذه خلينا نقول الندوات اللي تسوونها. نعم. تسهم في خدمة المجتمع العلمي؟ أو نعم، يعني نحن الآن نريد يعني أن نبين للعالم بأن في الخليج في علوم دقيقة مثل الفلك. نعم. وفيه أجهزة مثل الموجودة في الغرب يعني. لماذا يعني بعض الأحيان عندما نتكلم مثلا إذا على سبيل المثال على الأكاديمية، القليل يعرف بأن هذه الأكاديمية ما شاء الله لديها أجهزة متطورة جدا. نعم. لكن عندما يأتي مثلا العالم من أوروبا أمريكا يراها يقول أنتم ما شاء الله راكم مثل أوروبا يعني. فلهذا نحن نريد أن نبين للعالم يعني عن طريق هذه الندوة بأن في فلكيين مهنيين يشتغلون في بحوث. لماذا معظم منا تخرجوا من أمريكا، من أوروبا يعني، من فرنسا، من إنجلترا، فلدينا شهادات يعني غربية، فعندما نأتي هنا نريد أن نطور يعني هذه العلوم. ولكن الحمد لله نحن وصلنا في سنة 2019 ما شاء الله مع الأكاديمية إلى مستوى عالي جدا، وأي شخص يريد يعني أن يرى مستوانا فيأتي ويزورنا في الأكاديمية إن شاء الله، فهي حقيقة نسمي نحن شمعة بالنسبة للشارقة وكذلك لدولة الإمارات إن شاء الله. دكتور، أنت ذكرت قبل دخول رمضان، ومروة ذكرت قبل دخول الشتاء الكل يصير فلكي. فهل هذا العلم مختصر فقط على المهنيين وعلى الهواة؟ لا. ما يمكن للشخص العادي أن يتعلم؟ لا. يدخل دورات في الأكاديمية، يروح. نعم. دورات للناس العامة، ما يكونون خبراء، بس يكونوا عندهم ثقافة. نعم. هذا شيء جميل. يتفلسفون بهذا يعني الثقافة. هذا الكلام ليش اسمعي يا جارة، هذا الكلام لي على فكرة. نعم. شوف، المستوى العلمي للعامي أصبح أحسن كثير قبل 20 سنة، وسببه كما تفضلتم يعني السوشيال ميديا يعني. فالآن عندما يقترب رمضان كلنا نصبح فلكيين، وهذا هام جدا. لماذا في هناك ثقافة فلكية؟ نريد أن نعرف ما هو السبب في شكوك بداية مثلا شهر رمضان، في شكوك بداية شهر ذو الحجة. فأصبح العامي لديه معلومات يعني لم تكن لديه موجودة من قبل، فأصبح متثقف فلكيا يشاء ولا يشاء. لماذا مثلا دولة تصوم اليوم والدولة هناك تصوم غدا؟ فأصبح هناك وعي علمي بدون أن يريد أن يتعلم، هو الآن يتعلم أن هناك أمور يعني هامة له فسوف يتبعها. فأصبحنا نعيش في عصر جديد جدا حقيقة. نعم. كيفية تنمية الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة في مجال الفلك، خبرنا أكثر. نعم. كي. يعني كما قلت سابقا يعني يجب أن نوجه الشباب إلى العلوم. عندما ينتهي الشاب من الثانوية ويتجه إلى الجامعة يجب أن تكون لديه فكرة جيدة جدا على مستقبله، وهذا كذلك يحتاج إلى توعية وكذلك تشجيع من قبل الدولة يعني. إذا كان الشاب عندما مثلا يدخل في مجال ما مثلا في الفيزياء أو في الرياضيات أو في الكيمياء، عندما ينتهي بعد 54 يجب أن يجد وظيفة
هذا هام جدا بالنسبه له. اذا دخل مثلا ما يسمى بالمسار العلمي او المسار الهندسي يقول والله المسار الهندسي احسن، ربما حصل على وظيفه احسن. فلهذا بالنسبه لهذه العلوم يجب هناك توجيه يعني من البدايه ان هذا الشخص عندما يدخل هذا المسار سوف يتحصل على وظيفة، وهذه الوظيفة سوف تؤديه إلى مستقبل مزدهر ما شاء الله. صحيح. ولديه علم. لماذا؟ العلوم ليس فقط في الهندسة، العلوم يعني في كل مجالات التي يأتي إليها الطالب إلى الجامعة يعني. صحيح. جميل دكتور، بما أنك أنت موجود يعني وعلى يدك طلبة ما شاء الله، يعني كيف إقبال الشباب اليوم على علم الفلك؟ تخصص علم الفلك. نعم، إقباله كبير جدا. مثلا عندما نسوي في أكاديمية الشارقة ما يسمى باليوم المفتوح الفلكي، في عندنا مرصد فلكي ما شاء الله، ثاني خميس ورابع خميس من كل شهر سوف يأتي الجمهور إلينا إلى المرصد كي يرصد معنا السماء بسماء تلسكوبات، فيأتوا المئات من الشباب. ممكن يأتوا شباب يعني أو أطفال صغار بسن 6 سنين أو 50 ويسأل أسئلة ما شاء الله فلكية، يعني ربما الفلكي يصعب يعني أن يجب عليه. فلهذا في إقبال كبير جدا من قبل يعني الشباب إلى هذا المجال يعني. جميل دكتور، أنا سؤال أخيرة بسألك، يا نجم سهيل طلع ولا ما طلع؟ ظهر يا دكتور اليوم. نعم ظهر، وفي نجوم سهيل كثير ليس فقط هذا يعني. يعني الشتاء متى راح؟ والله أنا دائما أقول في الخليج هناك يعني هناك فصلين يعني، فأقول في فصل الصيف وبعد ذلك يقول الطلاب في فصل الخريف وبعد يقول فصل الربيع، لا في فصل الصيف يعني الذي نحن نقول يعني هنا في دول الخليج ما شاء الله بسبب الحارة وبسبب يعني موجودين قريبين من ما يسمى ب يعني متى نحن من شتي دكتور؟ نعم إن شاء الله متى يا دكتور بشرنا أنا عقب أسبوع والله أسبوعين. شتي إن شاء الله رسميا 21 ديسمبر إن شاء الله. إن شاء الله 21 ديسمبر إن شاء الله بنلبس اللبس الشتوي إن شاء الله يعني إن شاء الله إن شاء الله تعالى. شكرا لك الدكتور، نورتنا دكتور الياس محمد فرنيني نائب مدير الأكاديمية لشؤون المختبرات البحثية ومرصد الشارقة في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. شكرا جزيلا، حياك الله. شكرا دكتور، يعطيك العافية، جزاكم الله خير. طبعا راح نروح وياكم نشوفوا قيمة أول أمس بجمعية الإمارات لبيوت الشباب فعاليات اليوم العالمي للسلام 2019، كانت وسط لفيف من مختلف الطوائف والجنسيات الموجودة في دولة الإمارات التي يعم فيها السلام والتسامح والمحبة بين جميع من يقطنها. وللتعرف طبعا للمزيد من التفاصيل نتابع هذا التقرير. أول شيء بالنسبة لموضوع الاحتفال باليوم العالمي للسلام، هي طبعا مناسبة عالمية نهدف إلى توحيد أو العمل على توحيد وسعادة الجميع وخاصة الساكنين والقاطنين على أرض دولة الإمارات، سواء من المواطنين أو مكافحة الجنسيات التي بلغت أكثر من 200 جنسية بمختلف الديانات والأعراف والأعراق والجنسيات. النشاطات طبعا احنا أول شيء دعينا كافة الطوائف الموجودة في الأرض والإمارات، الهدف منها طبعا عمل بعض الفعاليات خاصة بالنسبة للمدارس وأيضا الجهات الرسمية الحكومية مثل شرطة دبي واللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة وبعض المنشآت، طبعا الهدف منها خلق ثقافة بالنسبة للمجتمع بأن السعادة مهمة بالنسبة للأمن على دولة الإمارات من أعلى المستويات. يوم السلام العالمي هو حدث هام جدا لتثقيف الشعوب وتعريفها بأهمية السلام، وإنه العالم أصبح قرية صغيرة لابد لشعوب العالم أن تتعاون مع بعضها وأن تخلق جو من التفاعل، جو من الاحترام المتبادل، وجو من العلاقات الإنسانية. وأعتقد أن يكون هذا الاحتفال في بيت الشباب هنا له رمزية خاصة، لأن الشباب هم رهان الأمة وهم عنوان المستقبل، والشباب يعني الأمن ويعني السلام ويعني الحاضر ويعني المستقبل، وبالتالي أن يكون الاحتفال في هذا المكان له رمزية
كبيرة، وطبعا حضور أجناس مختلفة اليوم في هذا الاحتفال ومن ديانات مختلفة ومن شعوب مختلفة، أعتقد هو لبعث رسالة بأن شعوب العالم هم تربطهم الإنسانية وتربطهم قواسم مشتركة كثيرة جدا، فيوم السلام يجب أن يرسخ هنا بكثير من الاحترام وبكثير من الاهتمام بالقيم. تشرفنا في هذا اليوم بدعوة كريمة من جمعية الإمارات لبيوت الشباب للمشاركة في هذا الملتقى الذي يجمع كافة الأطياف للمشاركة في يوم السلام العالمي، وهذه المشاركة تعبر عن انسجام جميع المقيمين والمواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشكلون كياناً وجسداً واحداً، وعبروا عن عمق الانسجام فيما بينهم، وهذا إن كان فهو بفضل ما غرسه حكام دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. والحمد لله نرى هذه الملتقيات ما زالت مستمرة في هذا العام، عام التسامح، ونسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة التي يسعى إليها جميع الأفراد في جميع مناطق العالم. طبعاً بفرحنا نشارك بهالفعاليات، كلنا سوا نسعى للسلام، نحتفل بالسلام، نشجع ثقافة السلام، خاصة بعام التسامح 2019. كل هالمبادرات اللي عم بتصير مشكورة، لأنه عم تجمع كل أطياف المجتمع تحت سقف واحد، ومن مؤسسة بيوت جمعية الإمارات لبيوت الشباب مشكورين اليوم على دعوتكم وعلى الفعاليات الرائعة اللي عم بتقوموا فيها. تشهد الدورة الحالية لمجلس الوطني للانتخابات تخصيص 4 أيام للتصويت واختيار المرشحين لشغل المقاعد المخصصة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي على مستوى الدولة. طبعاً بنعرف أكثر عن ملف مرشحنا اللي موجود في الاستوديو، الأستاذ راشد هلال بن هلال النقبي، مرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن إمارة أبوظبي. يا مرحبا وسهلا فيك عن إمارة الشارجة. يا أهلا وسهلا فيك، سامحنا. الله يحفظك وسلمك. يا مرحبا، وأنا سعيد طيب تواجدي معاكم في قناتكم. نحن سعد. لو نتكلم عن أول محور تطرقت إليه في برنامجك الانتخابي هو تسهيل وتحقيق الرفاهية للمواطن، لو تحدثنا أكثر عن هذا المحور. بالحقيقة يعني طبعا المواطن الإماراتي يحظى باهتمام بالغ من الحكومة الرشيدة، واستهدفت أنا في محاوري الانتخابية في عدة بنود، وأن المواطن يستحق أن يندعم في الخدمات اللي تقدمها الحكومة الاتحادية، منها تحسين الرواتب للمواطنين بكافة جهاته، كذلك دعم والمطالبة بتطبيق آلية الخدمات الصحية بالنسبة للمواطن، يحتاج أن تكون له يعني بصمة يكرم من قبل الحكومة. نعم. جميل. خبرنا أكثر عن الخدمات الصحية اللي قدمتها في برنامجك الانتخابي. أول حاجة أنا يعني طالب بتطبيق آلية جديدة للتأمين الصحي لكافة شرائح المجتمع. نعم. لأن في بعض الإمارات بعض المواطنين عندهم تأمين صحي والبقية ما زال في طور الدراسة. نعم. وإن شاء الله أني أنا يعني أكون عنصر فعال أطالب بتطبيق لجميع المواطنين في الدولة إن شاء الله. تطرقت بعد إلى الوظائف وسوق العمل، لو تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. بالحقيقة يعني اليوم صار التعليم يعني متميز، وأن المواطن يحتاج أنه ينوع في وظائفه في الدولة، فبدت أني بعد ما صار يعني التعليم المتميز يحتاج أنه يشتغل في القطاع الخاص. نعم. انا طبعا من مطالبتي اني انا ارفع نسبه التوطين في القطاع الخاص لياخذ المواطن يعني دوره في القطاع الخاص بدل ما انه يعتمد على
الوظائف الحكومية. نعم. جميل. سبب اختيارك لمحور الرابع من ضمن برنامجك الانتخابي وهو التربية والتعليم، خبرنا أكثر عنه. اليوم طال عمرك التربية والتعليم صار مطلب أساسي بالنسبة للطلبة، فوجود تعليم متميز يرقى بالطالب الإماراتي هذا مطلب يعني في وضعنا الحالي لا بد أن يكون. فاليوم هوس الطالب وأولياء الأمور بأن صعبة المناهج الدراسية الموجودة حاليا، كذلك يحتاج تطبيق يعني آلية باشتراك أولياء الأمور، لأن ولي الأمر هو المسؤول في يعني رسم الطريق الأمثل لين أولادهم، ويحتاجوا أن يكونوا هم على دراية فيما يدور في التعليم النوعي والمتميز في الدولة. كذلك أن التعليم اليوم صار متنوع ويحتاج إلى بعض يعني مطالبات بتغيير أنظمة الدوام الرسمي. اليوم إحنا العملية التعليمية صارت تمر بفترة طويلة، لهذا الطالب بدأ يمل وبدأ أولياء الأمور يعني ينزعجوا من أن التعليم طويل خلال السنة. نعم. فإن شاء الله يعني أسعي بمطالبة سن قوانين لتحسين الـ يعني الدوام المدرسي أنه يكون محدود يعني من فترة إلى فترة، وما أتوقع أنه شيء يمانع. الحمد لله إحنا كلنا درسنا وطلعنا، واللي صار منهم الوزير واللي صار منهم المدير واللي صار الدكتور، والحمد لله يعني الدولة يعني تعطي اهتمام بالغ بالطالب الإماراتي. أستاذ راشد خليني أركز على النقطة، على نقطة التعليم. اليوم أنت قاعد تتكلم قلت يعني في بعض الملاحظات اللي حطيتها عن التعليم وكنت تبغى يعني تغير منها أو أنها تخليها تتطور، لكن ما تشوف أن مرحلة التعليمية متطورة؟ لو نرجع 10 سنوات من اليوم المناهج تغيرت. صحيح. ليش؟ لأن المناهج اللي في الوقت الحالي ما يمكنها، المنهج اللي جبنا اللي قبل 10 سنوات ما يمكن يواكب. صحيح. الجيل الحالي. نعم. وبعد 10 سنوات لازم يختلف، فهذا الشيء صح أنه يسبب صعوبة، لكن أنت في حياة متطورة اليوم كل شيء قاعد يختلف، فهم قاعد يواكبون هذا التطور، لكن في المقابل لازم الإنسان يتعب أو لازم الطالب يتعب لأنك أنت ما تقدر تواكب هذا التطور اللي موجود. صحيح أستاذ الفاضل، الطالب لابد أنه يجتهد ويواكب المرحلة القادمة، يعني بالذات اليوم صار التعليم الذكي هو مطلب، ونوعية التعليم لابد تكون يعني احنا انا حقيقة يعني حاليا موجود من كثر أسئلة الناس وملحم ان صار التعليم صعب، انا ما اشوف انه صعب، لكن الناس ما قدرت تتقبل ان التعليم الذكي هو مطلب. نعم. اليوم احنا نقول الجاهل اللي ما يكون عنده كمبيوتر. صحيح. الطالب تغيرت اسلوب تدريسهم، يحتاج نوعيه من العلم. نعم. اليوم احنا واكبنا ما شاء الله، احنا وصلنا يعني بعد ايام معدوده احنا بنكون ان شاء الله في القمر، يعني واكبنا الفضاء، فهذا نوع من التعلم يعني الذكي ونوع من التعلم المتميز. نعم. الحمد لله فضل قيادتنا. صحيح. باهتمامها البالغ. نعم. شو الشعار اللي اخترته لبرنامجك الانتخابي؟ انا حقيقه اخترت شعاري صوتك معي لا ينتهي، وأنا حقيقة صوتك معي لا ينتهي لها معاني كبيرة في 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 نظر الـ 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 الناخب من عنوان الـ الـ شو معنى الشعار؟ الشعار أن هذا صوتك هو أمانة عندي من بداية انتخابي لغاية ما أوصل المجلس، كذلك أنا حتى لو إن شاء الله إذا الله وفقنا ويعني موجودين كنا في المجلس أن الصوت ما ينتهي، تواصل المجتمع وتواصل الناخب بيكون حتى لو كنت أنا موجود في قبة البرلمان بإذن الله تعالى. تكلمت عن أن توظيف الناس، توظيف المواطنين في القطاع الخاص. نعم. وأن نسبة التوظيف في القطاع الخاص يزيد، كيف ممكن أن الشاب المواطن هذا يقتنع بالقطاع الخاص؟ أنت تدري القطاع الخاص ساعات العمل أكثر، نظام الإجازات يختلف، الأمور هذه كيف ممكن المواطن يقتنع فيها أن يروح للقطاع الخاص؟ أول حاجة أنا طبعا من ضمن المحاور التربية يعني هي سوق العمل، أنا أطالب بتشريع أن القطاع الخاص يشارك في 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 إيجاد الوظائف المناسبة لطارقين العمل.
كذلك أطالبهم بأنهم هم يدربوا الطالب وهو أثناء الدراسة. اليوم صارت الوظيفة تحتاج خبرة، الخبرة كيف يكتسبها المواطن وهو في يعني مقر الدراسة؟ لا، يحتاج أن يكون في تدريب، ممكن نعمل كورسات أو فترات زمنية أنه تتبناه إحدى الشركات الوطنية، تحتاج تتبناه البنوك، يعني بمعنى آخر أن أقول تأمل له وظيفته وهو موجود في مقاعد الدراسة. ليش ركزت على الخدمات الصحية في برنامجك الانتخابي؟ سلطت الضوء على هذا الموضوع أكثر. اليوم طال عمرك الخدمات الصحية هو مطلب أساسي في حياة الإنسان. اليوم أنا من 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 يعني البديهي إني أقول ليش مواطن اليوم عندي يسافر خارج الدولة يحتاج خدمات صحية؟ علشان يتعالج. الحمد لله إحنا الدولة يعني دولة غنية والحمد لله فيها الامتيازات الوفيرة واهتمام القيادة. نعم، وفيها كوادر طبية. نحتاج ان يعني المواطن ما يسافر خارج الدوله. صحيح. كذلك انا اتمنى ان يعني واطالب ان رفع كافه الخدمات الصحيه في كل مستشفيات الدوله. ما يكون فيها تميز انا في اماره واماره ثانيه، لا، انا ابغي اللي يتعالج في اماره ابو ظبي يتعالج في اماره الفجيره، يتعالج في اماره راس الخيمه، كل الخدمات الصحية تكون متساوية بين يعني بين المنشآت الصحية لكل المواطنين. صحيح. وهذا الشيء نحن نلامسه الحمد لله، حتى الحمد في المستشفيات الله. الحكومية اليوم فعلا. نشوف ناس من خارج الدولة تتعالج الحمد فيه. لله. يعني لو تروح مثل أقرب مثال مستشفى الفجيرة ممكن تشوف ناس من خارج يعني من دول صديقة. نعم. موجودة فيه. نعم. تعالجون فيه. اليوم حتى لو نشوف على المستشفيات على القطاع الخاص اللي هي مدعمة تقريبا مجانية للمواطنين. نعم. كليفلاند يعني مو نعم. بالحصر لكن نعم. كليفلاند في أبو ظبي من أكبر المستشفيات. صحيح. ومن الفرع الوحيد له وخارج الولايات المتحدة موجود في أبو ظبي. صحيح. صحيح. فالحمد لله الجانب الصحي في اهتمام كبير، لكن إن شاء الله يكون في تطور أكثر إن نحن بإذن الله إحنا هذا اللي نسعي له هو تحسين الخدمات الصحية. الخدمات الصحية موجودة لكن أنت تبغى تطور وتحسن منها. يعني أنا من الصعب أن تكون أنت عندك خدمات متميزة لكن يعني تحس أن فيها نقص أو فيها انتقاد من بعض المواطنين. فعلا. كلمة أخيرة لك أستاذ. طبعا كلمة الأخيرة أنا أقولها للناخب، أقول له صوتك أمانة ولا تختار إلا الشخص اللي تشوف فيه الكفؤ والشخص المناسب لدخول عضوية المجلس الوطني. نعم. فعلا. شكرا لك راشد هلال بن هلال النقبي مرشح لعضوية المجلس الوطني للاتحاد 2019 عن إمارة الشارجة. شكرا جزيلا. الله يسلمكم والله يحفظكم وشكرا على الاستضافة. حياك الله. جزاكم الله خير. فالك التوفيق. الله يسلمك. الله يسلمك. مشاهدين الكرام فاصل بعد راح نواصل، خلوكم يعني. حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7 على 7. قبل لا نبدأ فقرتنا الأخيرة لليوم في برنامج 7 على 7 بروح لعبد العزيز. عبد العزيز، عادة يعني الشباب ما يحبون عالم التصميم والألوان وهذه الأشياء يعني. لا بالعكس، شوفي التصميم الأمور هذه لا، لكن الأشياء اللي فيها ديكور تحسين هم ما يعرفوا يصممون، ذوقهم مو بحلو احيانا للاسف. لكن أحياناً. في التنفيذ اكيد مو بالكل يعني في التنفيذ. ايوه مو بالكل، في التنفيذ والاشراف ما في مثلي. بنسأل خبيرتنا اليوم إن شاء الله. بنتحدث الحين عن مستجدات عالم التصميم العصري اللي اختتم اليوم معرض أكيد إندكس، والحين بنرحب بضيفتنا يا عبد العزيز. ضيفتنا المهندسة هيا القاطرجي مهندسة الديكور، نتعرف عليها أكثر عن هذا المعرض اللي في المنطقة. أهلا وسهلا. أهلا بكم، شلون صحة؟ الله يسلم. قبل أن نتكلم عن المعرض، مروة قالت إن الشباب ما لهم في الديكور، أنت شو رأيك؟ أنا رأيي إنه أنتوا خصكم بس بالبوجت، تجون تتكلمون بس بالبجت والمبالغ. صح. بس المبلغ يدفعون ويروحون. صح. صح. لا امزح. لا بصراحه الرجال والنساء كل واحد عنده ذوقه، واحيانا الرجال يحبون تصميم المكاتب، مجالسهم الخاصه. أيوة المجالس القعدات الخارجيه اللي تقعدون فيها تدققون على هالتصاميم، وحتى اللي تسوون سينما روم او غرفه العاب داخل البيت بهاي الامور تتدخلون، لكن الباقي عن مروه دومه. نتكلم عن الحدث الاهم في قطاع مستوى منطقه الشرق الاوسط وايضا عن اندكس.
نتحدث إندكس. أكثر عن هذا الموضوع. طبعا إندكس من أهم المعارض اللي تصير سنويا في دبي، لأنه تكون مشاركة به شركات عالمية من أوروبا، من آسيا، حتى من الشرق الأوسط ومن الدول المجاورة. هو متخصص بالتصميم الداخلي، بالإضاءات، بالمطابخ، بيكون حتى متخصص بالسيراميك، بالمواد اللي تكون تخص البناء والتنفيذ الديكورات. أي ويكون حلو بهذا المعرض أنه يفتح منافسة بين الشركات العالمية والشركات المحلية. دبي عاصمة التصميم، خبرينا أكثر، ليش اخترتي دبي؟ بعلقتك كقاعدة ليش علشان التصميم الداخلي؟ بصراحة دبي هي ما صارت بس مدينة في الشرق الأوسط، دبي مدينة عالمية، وهي رائدة مو بس بالتصميم الداخلي، حتى الفاشن وبالميديا وهاي الأمور، وبيها مختلف الجنسيات، وبيها شركات همينة عالمية اللي تساعدنا نحن بالتصميم. يعني أكو مواد تكون دائما متوفرة، تكون عالمية ما موجودة مثلا بغير أماكن، فنحن الشركة طلقناها من دبي. جميل، لو تكلمين عن مشاركة واسعة اللي كانت من شركات محلية وعالمية. صحيح. مثلا عندكم ايش قد حلو لما انت تدخل للمعرض تلاقي شركه اوروبيه او معروفه براند عالميه بالنسبه للمفروشات، وتجاورها شركه معروفه ايضا بالكواليتي وتكون من الصناعه المحليه في دوله الامارات، وبيهم التنافس بالكواليتي مال المفروشات وبالستايل واللي قدموه. فمعرض اندكس يقدم لنا ان نختار ونشوف انه الشيء العالمي والشيء المحلي. نعم. توقعاتكم في استقطاب الزوار؟ اي تدرين لانه معرض اندكس مثل ما حكينا معرض عالمي، ويشاركون بشركات عالميه واسيويه، ويجون زوار خصوصا ليحضرون هذا المعرض، فهذا الشيء يؤدي الى حركه سياحيه بالفنادق، بالمولات، حتى في المعرض نفسه تلاقين بزنس مان، تلاقين سواح جايين من بلد ثاني بس حتى يشوفون المواد الجديده او حتى يتعرفون على الشركات المحلية اللي تطلق مفروشات أو الأعراض. جميل، زين الفعاليات اللي راح تصاحب هذا المعرض بإذن الله تعالى؟ والله بصراحة في منتديات، في تغطيات تلفزيونية، في مقابلات، في ورشات عمل، في اجتماعات تصير بين الشركات والسبلايرز مثلا كشركة ديكور مع شركة توريد مثلا أرضيات، فيصير في هاي الاجتماعات حتى نقول يساعد كتقديم سوق أفضل. نعم، خبرينا عن مشاركاتك في نسخات إندكس. بصراحة أنا دائما أحب أشارك بإندكس، يعني سواء كان في ستاند أو شارك كندوات أو كمثلا ورشات عمل. ليش؟ لأنه نتعرف مثل ما قلنا على العملاء، ونتعرف على الشركات الأخرى، وهم الشركات الأخرى يتعرفون علينا، فيصير تبادل المنفعة. جميل، تكلمنا عن هي منصة لإطلاق العلامات التجارية الجديدة، وأن الجماهير يتعرفون عليها، كيف يمكن يصير هذا؟ من ناحية الاجتماعات والمقابلات، وهمينا من ناحية الستاند. الحلو لما أنت في معرض كل شركة تعطيك المجال تطرح منتجاتها إليك، ويحطوا لك سامبلات أنك أنت تشوف شو هذا المنتج، وين يستخدم، شو صلاحيته، شو جودته، وشو الفائدة من عنده. نعم. خبرينا أكثر عن الندوات العمل والأشياء المتخصصة في هذا القطاع أكثر. الندوات تصير كتعريفية، مثلا انطلقت شركة إضاءة جديدة أو بيها تكنولوجي خاص، أو مثلا خلنا نقول شركات الهوم أوتوميشن اللي هو هسه متعارف وده يستخدم في التصميم الداخلي، ففي تقنيات جديدة بالتحكم من داخل البيت وهالأمور، فهاي الندوات توعي أهل البيت على هاي الأمور. صعب علم الديكور؟ وايد؟ كلش، يعني ما في ناس يتفلسفون على فكرة صغيرة. أظني هو تنسيق الألوان الأصعب من الديكور. صحيح. صحيح. هسه يعني أنا بالنسبة إلي كتصميم مشروع في أذواق كلاسيكية، في أشياء كلاسيكية، يعني تتملى الغرفة بالديكورات، أسهل من ما تعطوني تصميم يكون مثلا الغرفة فارغة والجدران فارغة وما بيها شغل، ولازم تملي أنت هذا الروح فقط بالمفروشات. في ناس
يعني نحن ناخذ من خبرتك شوي سامحين نبتعد شوي عن المعرض. في ناس المقبلين انهم يبنون بيوت دوما يكون الهاجس بعد البناء الديكور، فهو لما يسوي الديكور يعني بسبب انه توه باني البيت والتكاليف اللي دفعها يقول انا بقى 10 سنوات ولا 15 سنه على الاقل ما اغير من هذا الديكور. صحيح. فكيف ممكن تكون هذه فرصه ان هذا الشخص يثبت على ديكور ما يكون قديم بعد 5 أو بعد 10 سنوات؟ حلو. هذا الشيء يتم تحديده من خلال الاجتماع ويا الكلاينت او العميل. احنا عاده انا ايش اسوي بكل اجتماع؟ اقدم له عده تصاميم عندي اياها مثلا على ايباد او على الديسبلاي سكرين، اقدم له عده ستايلات وعده تصاميم واشوف اني شنو الذوق اللي راح يعجبه من هالشيء. نسوي مجموعه كومبينيشن من تصميم اللي يكون هو مثلا عصري وبي فخامه كلاسيك بحيث الواحد ما يمله يظل وياك العمر كله. نعم. يعتمدون العديد من الأماكن مثل المطاعم على اللون البرتقالي في التصميم على أنه يزيد من الشراهة علشان يكسبون أكثر. صحيح. اللون الأزرق والبنفسجي في أماكن العلاج النفسي. صحيح. الأحمر علشان يكونون شوي يعني انرجيتك بالرياضة عندهم طاقة وطاقة الحب وشي. هل تعتمدين في الألوان على تصاميم ولا لا ما تأخذينها شوي من الجانب النفسي والألوان ولا تعتمدين إن لا طبعا أعتمد على الألوان لأنه أنت تخيلي غرفة نوم تكون لونها أحمر واحد ما يقدر ينام بيها مستحيل ما حلو ويشعر بتوتر أيضا. صحيح. فإذا هي التصميم مو بس دراسة ستايل، دراسة ألوان نفسية، أنت شو راح تسوي بهالمكان، شلون تخدم هالمكان بحيث لما تقدم تصميم يكون تصميم حلو ومفيد بنفس الوقت ومريح. شو اللون اللي نختاره لغرف للغرف no. صح؟ علشان النوم تكون ألوان هادية فاتحة، تكون مثلاً محايدة اللي هي البيجات، ندخل فيها شوية مثلاً لايت بينك، لايت بلو مثل ما قلتي، لايت بيربل، أشياء يعني ما تأثر تكون قوية تشد التنسيق. بس في ناس حساسين يقول لك يعني لو شاف شيء معين يقول لا هذا الشيء مو بحلو، خاصة أو البنات أو الحريم في هذا الموضوع. شيء صغير لكن يأثر عليهم بشكل كبير ويخليهم يزعلون، مع أنه عادي عند الشباب أي شيء يمشي. مثل ما قلت لك أنتم ما تدققون بالتصميم، تدققون بالباجت. لا بصراحة هي دراسة الستايل. من ناحية الألوان نحن نحاول قدر الإمكان إنه إذا مثلا العميل ما عنده خلفية ويكون حابب شيء إحنا نقدر نفيده بسبب خبرتنا، يعني إحنا لنا وجهة نظر أبعد. فحتى مثلا بورق الجدران في غرف النوم يريدون تكون ألوان مثلا صارخة أو قوية، نحن ننصحهم باستخدام ألوان أخرى ونحاول بطريقتنا ننفعهم نحط لهم التصميم اللي يريدوه بس تكون بألوان ما اقتنع. ما اقتنع. لا نقنعهم. في ناس صعب تقنعينهم خاصة الكبار في السن شوي. هذه اسمها تكنيك خاص للمصممين. في تكنيك خاص للمصممين انهم يقتنعون يعني. اكيد. معلوم يختلفون. في اطفال عندهم فرط نشاط يعني طبعاً. يلعبون وايد وعندهم حيوية وطاقة اكثر عن اللزوم واكثر من الطبيعي ايضا. صحيح. شو الالوان اللي ممكن نختارها لغرف الاطفال علشان شوي يعني تهديهم يسمحون ما في فرط نشاط يعني يسمحون اطفال طبيعيين؟ الوان تهدي الاطفال ماكو. ما ديكور يخرب. مستحيل الوان تهدي الاطفال وجيل هسه كلش صعب ما شاء الله. مستحيل. بس احنا شو نسوي يعني غرفه الالعاب هي هسه ترى كلها صايره هاي البلاي ستيشنز والالكترونيك جيمز والايباد، فتصير هي غرفه مثل يعني خلينا نقول انا احب اسميها مو غرفه العاب، غرفه سينما روم يكون بها التي فيز الديجيتال جيمينجز الكمبيوترات، ونسوي لهم دائما بالحوي مال البيت فسحه خارجيه نخوي لهم قسم للالعاب باربيكيو سكشن كذا، لان الاطفال يحبون الالعاب الحركيه تقصد الحركيه على مود يصرفون طاقتهم ويرجعون يدرسون ويطبون ينام. يخلصون فرط النشاط برا البيت في الحوي برا البيت. الميلز دوما يكون شيء مهم، فدوما الناس تجتمع في الميلز وخاصه الرياضي طبعا، فلما اي واحد الميلز يقول اهم شيء انا عندي المساحه، فلسبب ظروف ولا شيء الميلس احيانا يكون صغير يقول انا بادي كوري يبين كبير. صحيح. فكيف ممكن هذه الامور اللي اذا الميلس كان صغير يقول ابا يطلع كبير، زين يا اخوي الميلس صغير كيف نطلعه كبير؟ كيف يمكن همين الالعاب الالوان تلعب دور، ونضيف مرايا. انت لما نضيف مرايات على الجدران في الديكور تعطي وساعه
والالوان مثل اذا حطيت مثلا انت الوان غامقه تعتم من المكان وتصغره، واذا حطيت الوان فاتحه وهاديه تكبر من المساحه، واستخدام همين المرايات يطي وسع. بس انا اريد انصح الزباين دائما اقولها انه الكلاينت اذا يريد يصمم بيته حتى داخليا لازم يصممه من قبل البناء، يعني يكون مصمم الديكور إلى دور في تصميم المنزل مع الاستشاري وقبل ما يجي المقاول بالبناء مال الفيلا. لي مثل ما أنت قلت هو العميل ما عنده المعرفة إنه هاي المساحة رح تكفيني لأستقبل مثلا 30 شخص بهذا المجلس، فلما تنبنى وتطلع الطوابيك والجدران يشوف يقول لا هاي المساحة ما تكفي. فلهذا احنا من البداية لما يكون عندنا دور بالتصميم من قبل ما تنبني الفيلا نحن نطي نقاطنا على المخططات فيتم تعديلها في المخططات المعمارية مع الإنشائية تتغير على حسب المعماري. لاحظنا مؤخرا دراسات جديدة طلعت وعلوم جديدة طلعت في عالم التصميم اللي هو لا تحطين السرير في مكان معين وحطيه على الحائط وما يكون مجابل الحمام والفانك شوي وهذه الأشياء. هل أيضا تعتمدون على موضوع الفانك شوي في التصاميم ولا لا؟ اي يعني اللي عندي العملاء اللي يحبون الفانكشنال واللي آمنون به عندنا قسم ندرس فيه هذه الدراسة الخاصة اللي هي تجي 3 زونز، ففي مثلا الريد زون او الدراي زون او الوات زون. سمعت في شيء ايضا شيء نفس الابلكيشن في التليفون تقيسين وين المكان اللي مريح لك وين المكان اللي الصفر. صحيح يعني تحس كأن ببجي في البيت. انا ما العب ببجي والله اكو ناس صدق يامنون بهالشيء، فاحنا نسوي لهم دراسة صحيحة. يعني نحن عندنا قسم خاص نقدر نسوي دراسة صحيحة عن مثلا الوات اريا والدراي اريا ومثلا اللوفد اريا وهاي الغرفة اللي مثلا ما يحبونها. فتقسيم البيت يكون مثلا نحط الملاحق في الاريا الما مهمة، نحط المجالس في الدراي اريا مثلا على حسب هي الدراسة مال الفانكشوال ديزاين. نحطي في مكان ونام، اهم شيء الواحد ينام صح ما يأثر. اذا الواحد في نوم ينام في السياره ما بينام ياخذ لبن وينام خلاص زين. واذا حطينا لك غرفتك مقابل للشمس شلون؟ مقابل للشمس في ستاره بنام حزه النوم سبحان الله. الناس تنام في السياره مش مهندسه فما بالك فوق السرير ومكيف شغال. شفت وقلت لك انت ما تهتم بالديزاين والتصميم صح؟ كلش شباب شوفي خلاص وصلنا يعني فعلا. بس في اهتمام بسيط في بعض الامور. لا جربوني عندكم في الشركه انا ومروه ان شاء الله انا اخرب وهي تعدل فيكون في اختلاف هذا الشيء يسعدنا. انت تخرب ونصحح وراك نزود لنا الشغل. شكرا لك المهندسه هيا القطراجي مهندسه ديكور. شكرا جزيلا لك نورتينا يعطيك العافيه ويعافيكم. شكرا جزيلا وصلنا الحين وشكرا لك يا عبد العزيز واجازه سعيده لكم. اجازه سعيده واجازه سعيده لكم مشاهدينا وتريونا يوم الاحد ان شاء الله باذن الله بحلقه جديده من برنامج 7 على خير وسعاده وفي امان الله. في امان الله.